أصواتهم لا تنقطع. موظفو السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية الذين وقع عليهم قرار التقاعد المبكر، فبرغم إعلانهم أنهم أبناء السلطة الفلسطينية وموظفيها، إلا أن القرارات الأخيرة لها أنصفت موظفين بعض المؤسسات ولم تنصفهم بعد. فوجئنا بالقرارات الأخيرة أنه نفذ قرارات السيد الرئيس ومجلس الوزراء، نفذت على بعض المؤسسات التي حملت قرار تقاعد مبكر ولم تنفذ على ثلاث مؤسسات، وهي ديوان الرئاسة والمنظمات الشعبية وسلطة الطيران، بصفتهم أنهم هم وقعوا عليهم ظلم تقاعد قسري مبكر. ما هو مطلبكم الآن؟ المطلب الأساسي عودتنا إلى أماكن عملنا أسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية. قرارات التقاعد على اختلافها كان لها أثر بليغ على الموظفين وأسرهم، فلكل واحد من هؤلاء معاناة كانت نتاج هذه القرارات. بيوت أقفلت، موظفين توفوا، أسر تشتتت وقاعدة من غير معيل، في ناس إجتهم جلطات، موظفين إجاهم كانسر، قاعدين ما في لقمة عيش، حتى شؤون اجتماعية ما إلهم. نعرف إيش سبب وقف رواتبنا. إحنا موظفين شرعيين بنطالب بحقوقنا الشرعية، بدنا نعيش بكرامتنا، ما بدنا نضل قاعدين مد إيدينا. إحنا ما بنطالب ولا بنتسول من سيادة الرئيس، إحنا بنطالب بتنفيذ حقوقنا. هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر هيئة التقاعد في قطاع غزة ليست الأولى التي يطالب فيها الموظفين بإنصافهم وإعادة حقوقهم من قبل السلطة الفلسطينية. ربما علت أصوات الموظفين هؤلاء في الفترة الأخيرة بشكل أكبر، فهم يرفضون أن يتم حل مشاكل الموظفين في المحافظات الجنوبية ولكن يتم استثناؤهم. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.